لن نتخلى عن الرسومات والكاريكاتيرات وإن تقهقر البعض. إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هيقول لك المقاطعة هتجيب مفعول؟ أه هتجيب مفعول. قاطع المنتجات الفرنسية، قاطع كل من يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يسيء للإسلام، لأن إحنا عندنا دين وعندنا قوة. السلام عليكم، أنا محمد غنايم. بداية اعذروني على صوت المتعب، ولكنني لم أرغب في أن أترك هذا الموضوع بلا تعليق، وأنتم أهل الاستماع والحرص لمثل هذه القضية، ودليل ذلك أنك تشاهدنا الآن. من المؤكد أنك تعرف ما يجري، ولست هنا لأخبرك ما تعرفه بالفعل، بل اعتدنا في هذا المجلس الطيب أن ننظر للأمور من زوايا مختلفة، وكذلك سنفعل وفي أي قضية، بل أهم قضية وهي نصرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. ليس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتأذى لهؤلاء المستهزئين، لا، حاشا لله. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إنا كفيناك المستهزئين. قال العلامة السعدي في تفسيره لهذه الآية أن هذا وعد من الله لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أن لا يضره المستهزئون، وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة، وقد فعل الله عز وجل في مواقف كثيرة. ولكننا هنا لننتصر لرمز إسلامنا، لقدوتنا، لرمز الإسلام والسلام والهدات، لنبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كما تعلم، ماكرون هو رئيس فرنسا، الدولة التي يعرف ظلمها حق المعرفة الجزائر وأهله، ويعرفون أيضا أنهم أناس لا تسكتهم غير القوة، القوة التي يمكن أن تكون في أي شكل من الأشكال، حتى في مقاطعة اقتصادهم المتشعب بين المسلمين. ماكرون ذلك الشخص الذي إذا نظرت في حياته وجدت تناقضات كثيرة، ولسنا هنا في الخوض في تفاصيلها. خرج هذا الشخص بكل استفزاز قائلا أن بلاده لن تتراجع عن الإساءة التي حدثت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول الذي يتبع هداه 1.5 مليار مسلم في العالم. تخيل، نعم، عدد المسلمين في الأرض 1.5 مليار، يعني هذا رقم مهول جدا. الرسول الذي بعث لنا بدين اسمه الإسلام المشتق من السلام، الرسول الذي كلما تمعنت في سيرته أكثر أحببته أكثر كغير مسلم، الرسول الذي بعث لنا رحمة من الله عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول ماكرون: نحن نحترم كل أوجه الاختلاف، ولا نقبل خطاب الحقد، وندافع عن النقاش العقلاني، ثم يتبع قائلا: لن نتراجع عن الإساءة الحاصلة لمحمد نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكأنه يقول في رسالة مبطنة: أنتم ودينكم عكس ما ذكرت. فانتفض المسلمين في بقاع الأرض يرجون نصرا لهذا الرسول الكريم، وأفضل طريقة وأكثرها تأثيرا حاليا هي مقاطعة المنتجات الفرنسية. وبدأ الناس بالفعل يقاطعون تلك المنتجات التي سأخبرك عنها بالاسم حتى تقاطعها أنت أيضا. هنا ربما يقول أحدنا: هل يؤثر هذا الأمر بالفعل؟ نعم يؤثر وسيؤثر، ودليل ذلك أن وزارة الخارجية الفرنسية قالت في بيان لها أن هناك دعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية في الشرق الأوسط، وخصوصا المنتجات الغذائية، وأن هذه الدعوات عبثية ويجب أن تتوقف فورا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا أكبر منكر، فأنت بمشاركتك بهذه المقاطعة تثبت حبك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويحشر المرء مع من أحب. فهل تحب أن تحشر مع النبي؟ نعم أحب، وأنتظر ذلك بشوق. لذلك قاطع المنتجات الفرنسية التي سأضعها لك الآن على الشاشة: الأجبان الفرنسية، السلع الغذائية كثيرة جدا، المنظفات، مستحضرات التجميل الفرنسية، العطور الفرنسية النسائية وما أكثرها، العطور الفرنسية الرجالية أيضا وما أكثرها، منتجات الملابس، ساعات وحقائب، أقلام ومنتجات مكتبية، مستلزمات منزلية ومنتجات أخرى. يعني لو وجدت واحد من تلك المنتجات أو أكثر، ومن المؤكد أنك ستجد أكثر من منتج أنت تشتريه في العادة وتستخدمه، فاحرص على أن لا تشتريه هذه المرة نصرة لنبيك محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. طيب، بغض النظر عن محور القضية وهي الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتشويه صورته بأبي هو وأمي، ما رأيك أن ننظر الأمر من زاوية مختلفة؟ يعني بسبب هذا الاستهزاء زاد إقبال الشباب والمسلمين بشكل كبير على قراءة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. زادت المقاطع التي تتحدث عن سيرته من مواقف وأحداث وقصص من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في علم النفس يسمى التأثير العكسي، يعني عندما تحاول إثبات أمر ما وتحصل نتيجة معاكسة. وهذا الأمر حدث في هذه القضية، وليس من قوة لنا بكل أمانة، بل هو من الله عز وجل عندما قال: إنا كفيناك المستهزئين. سأعطيك الآن تخيل لشكل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يبقى في وعيك كلما صليت عليه.
تمام. كيف هو شكل النبي الحقيقي كما جاء في وصف الصحابة؟ كان حبيبنا المصطفى ليس بالطويل جدا ولا بالقصير المضغوط، كان متوسط الطول، وكان بدنه متماسك، يعني لم يكن لديه كرش أو دهون إضافية، يعني بالمسميات الحالية جسمه رياضي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كان وجهه مضيء عليه أفضل الصلاة والسلام، وليس بالمدور جدا ولا بالحاد جدا، ولكنه كان قريب إلى الدائرة وكأنه القمر في نوره وإضاءته. كان له عينان واسعتان في طول في آخرهما يزينهما، كان طويل الرموش، كان لديه حاجبين مقوسين جميلين، كانت عينيه مكحلة خلقا من الله عز وجل. كان حبيبنا المصطفى أدعش، يعني شديد بياض البياض، شديد سواد السواد. كان بين عينيه عرق، إذا غضب ظهر عرق بين عينيه. كان صلى الله عليه وسلم سهل الخد وضاء الجبين، مائل إلى البياض، ليس الأبيض الأمحق الشديد أو الأسود الشديد، كان أزهر اللون. كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية، كان شعره أسود، كان شديد بياض الأسنان كأنها اللؤلؤ كما وصفها الصحابة. كان صلى الله عليه وسلم أفلج، يعني يوجد فراغ بين أسنانه الأمامية، وهذا من علامات الجمال. كان شعر الرسول صلى الله عليه وسلم يصل إلى منكبيه، وكان يقصره حتى أذنيه عليه أفضل الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم عريض المنكبين، ضخم عظام الكتف، يكسوه لحما، كان مهابا، كان الصحابة يقولون إذا أقبل كأنما أقبل في جيش من مهابته. هذه الصفات الشكلية للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولك أن تتخيل. عندما ولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قام جد عبد المطلب بعمل عقيقة وقال لقريش إني سميته محمدا، فتمعروا، لم يعجبهم الاسم، يعني لماذا لم تسمي بأسماء آبائنا وأجدادنا، ما هذا الاسم الجديد، أول مرة نسمعه. هنا قال عبد المطلب كلمة مشهورة، قال إني سميته محمدا حتى يحمد في الأرض من أهل الأرض ويحمد في السماء من أهل السماء، وكأن الله عز وجل أنطقه بهذه الكلمات. فمحمد تعني هو الشخص الذي يحمد جدا، يعني من كثر ما يحمد ويحمد ويحمد ويشكر أصبح محمدا. فلما كان يبحث عن مرضع لهذا الطفل، كانت المرضعات تعرض عنه، فتأتي الأولى وتقول أين والده، ميت يتيم، فتترك، وتأتي الثانية والثالثة حتى انتهت جميع المرضعات ولم يبقى أي طفل. فتقول حليمة السعدية، أتيت أبحث عن طفل يريد الرضاع فما وجدت أحدا إلا هذا اليتيم صلى الله عليه وسلم فأخذته. وانظر لوفاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة، كان ينظر في الناس ويتفقد ظروف الناس، وإذا بامرأة كبيرة تقترب منه وتنظر لها بنظرها الضعيف وتبكي، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه؟ فقيل له هذه حليمة السعدية، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يقبل يديها ورأسها وينظر في الناس ويقول ما بكم، هذه أمي، أمي حليمة السعدية التي أرضعتني، والناس من حوله ينظرون ويبكون. لذلك أيها الجميل، ما رأيك أن تقرأ أكثر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجملها من سيرة، وتستغل مقاطعتك للمنتجات الفرنسية بالتعرف أكثر على سيرة نبيك عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحببت أن أعطيك يعني لمحة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشجعك هذا على أن تتعرف وتقرأ أكثر في سيرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. شاركني برأيك في مكان التعليقات، ودمتم في أمان الله.